نشكر ربنا احنا كمسيحيين اتحررنا من هذه القوانين الخانقة للبشر. والسيد المسيح لفت نظرنا للمهم اهم من الاكل. يعني السيد المسيح لكل المجد وضح طهارة كل الأطعمة وإنها ما بتنجسش الإنسان. يعني المهم بالنسبة لنا كمسيحيين هو طهارة القلب، وكل ما يخرج من فم الإنسان هو ده فعلا مفهوم الطهارة. فالسيد المسيح لكل المجد قال: أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف ثم يخرج إلى الخلاء، وذلك يطهر كل الأطعمة. وطبعا كلكم عارفين قصة معلمنا بطرس الرسول لما طلع على السطح وجاع وكان عايز يأكل، فشاف السماء مفتوحة وملاية كبيرة نزلة مربوطة من الأربع أطراف ونزلة على الأرض، وكان فيها بقى كل أنواع الحيوانات والطيور والوحوش والزحفات وكله، وسمع صوت يقول له: قوم اذبح وكل. فقال: يا رب، ده انا يعني عمري ما عملت كده، ده انا عمري ما اكلت طعام نجس او دنس، ده انا على طول محافظ على الاكل الكوشر. يقول سفر اعمال الرسل: فصار اليه ايضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه انت. وده اللي خلى الاباء الرسل بعد كده ينزلوا لنا بقى قانون يقولولنا فيه: لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين. يعني احنا كمسيحيين ما عدناش تحت عبودية الناموس، لكن بالرغم من ده معلمنا القديس بولس الرسول يقول حاجة مهمة جدا في رسالته الأولى لأهل كورنثوس. يقول ايه؟ لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. هنا معلمنا بولس الرسول بيوضح إنه ممكن يكون الأكل عثرة للآخرين، ففي الحالة دي مش هاكله، مش لأنه بقى مش كوشر، لا، لأنه ممكن يتسبب في عثرة لأخويا. وأنا كمسيحي مش مسؤول بس عن نفسي، لا، ده أنا مسؤول كمان عن إخواتي. لازم أدقق في تصرفاتي وأفعالي عشان محدش يتعب بسببي. الآية دي في الحقيقة بتحط مبدأ مهم في المسيحية، وهو إن المسيحي مش بس ما يعملش الحاجات الغلط، لكن كمان ما يعملش الحاجات التي تعثر الآخرين. ده لأن المسيحي له دور في حياة الناس الروحية، يعني إخواته دول هو له دور تجاههم ولازم يحس بيهم زي ما السيد المسيح بيحس بيهم بالظبط. عشان كده القديس غريغوريوس أسقف نيسوس بيقول: ذاك الذي يعلن أن كل شيء صالح وليس شيء مرزول إن أخذ بشكر، فإنه في ظروف معينة يقول بأنه بسبب ضمير الأخ الضعيف يأمرنا أن نمتنع عن بعض الأشياء وإن كان يحسبها ضمن الأمور المقبولة. يقول: لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي.